السباق كان جيد في مستوى بقيت راكب مع الدراري في الاخر الجون مش جيد. كنشكر السيده ديالي استاذ صلاح استاذ عثمان استاذ سي محمد استاذ رشيد شكرا لك. كنعطيه السباق كان جيد مريح. اسم ديال نور الدين قارودي كنفوز بهذا السباق في الدراري بلادي راه ضروري مستوى كان شويه هابط في الاول ولكن في الاخر طلع مستوى. راه كنشكر الاساسيين ديالي شكرا. اشاره البطل ديالنا القارودي هو يعني ماشي ما كانش مفاجئ انه يدخل في المرتبه الاولى اليوم بغض النظر على المجهودات اللي بذلوا داك الشيء. والدليل هو ان الناس اللي كيعرفوه محليا في حود الران الناس متعاطفين مع القارودي وكان الاسم ديال القارودي كيتردد وحنايا في اطار تنظيم اولا مازال في طور تنظيم الملتقى كان الاسم ديال القارودي يتردد على كل الالسن والناس راه حجات لهنايا. كان من بين الاسباب الرئيسيه باش تشوف هذا الكم الهائل من الجمهور هذا البطل الصاعد اللي غادي يعطي الكلمه ديالو في مستقبلا ان شاء الله. وبالاضافه لحسن حسيسو هادو ابطال كيشرفونا وكنتمنوا انكم تحفظوا هاد الاسماء في الذاكره القارودي نور الدين حسن حسيسو وعود ان شاء الله ابطال واعدين ان شاء الله. وتحياتي لهذا المنبر هذا. هاد النتيجه ديال اللي كانت اليوم ديال السي القارودي ما جاتش غير هكا جات عندنا واحد العمل جاد 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 بزاف ما الاساتذه اللي كيسهروا عليه يعني في الصباح في العشيه من ناحيه التدريب ديالو من ناحيه التغذيه ديالو كما كنقولوا راه الدراري ناشطين وساهرين على الدري باش يوصلوا لقدام ومازال ان شاء الله غادير الكلمه ديالنا من القدام على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي ان شاء الله. شكرا. موصول المنبر خميسات سبورت تي في وشرفتونا بالحضور ديالكم تحياتنا لكم.